جزاكم الله خير. آخر أسئلة السائل يقول: هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا؟ البدعة كلها سيئة، ليس فيها شيء حسن، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقال كل بدعة ضلالة ولم يستثني منها شيئا. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم.